ناموس صغاري والحاجة واحدة منهم مريضة والناموس ما نرقدوش في الليل والريحة هاكا اليوم بيخديها مرات بيجو يصرحوا الرقارات معناها حاشاك الغرام الواحد نعيشه معانا. نمشوا لأي بلاصة معناها يرفضون يقولوا ما عندنا نعملوا لكم حتى شيء. الناموس قلنا لهم داوونا معناها طيور قالك طيور مهاجر استوردوا منها ما نجمش فيكم. عنا عصفور من هكاك خير من بشر. الله أعلم بحوالنا كيفاش وصلنا عايشين. احنا عايشين بريسك اشترنا توا الكبير مرض من الروائح هذيا المتنامية والمتكاثرة واللي كل يوم تقريبا تتزاد بحكم الصبخة معناها قريبة للحي. وأثار الماء اللي راكد فيها معناها خلى المنطقة ديما يتكثر فيها الناموس من في كل فصل. راهو الناموس كي داويه فهمتني في شهر مارس وما يعني مازال ما بقصش فهمتني نجم تقضي عليه فهمتني. اما فات مارس راهو صعيب داوي ما داويش يجي شويه سخانه شيلي يموت. والمشكله الاخرى رجال الاعمال اللي موجودين على ضفاف الصبخه الكل حقهم يتبروا هذوك يتبروا يكروا طيارات فهمت ولا ياخذوا دواء. اعتذاري لهنا للمواطنين خاطر فما ناموس في اول السيزون هذه نتاع صيف 2015 وان شاء الله يكون هذاك الحد معناها ونقلوا من الازعاج للماكسيموم. شكون المسؤول على اللي صار في سبخة تجول؟ من الاول فما كونترام طبيعيه الامطار البركله اثناء عام 2015 ل 31 مارس فما امطار البركله غير نافع صحيح لكن المعطيات اللي تجي بعد الامطار هذيك ركود مياه في السبخه المستوى نتاع مياه السبخه طلع برشا. شنو نعملوا باش تشيح السبخه اللي هي وقت اللي تطلع الماء راك تداوي ما تداويش كيف كيف خاطر الماء اذا كان صبيت فيه الدواء ما يعطيش النجاعه المرجوه من الدواء هذاك. صار التدخل هذا ولا ما صار؟ التدخل صار لكن قوه الضخ هي اللي ما صارتش بالمستوى المطلوب وهنا الاشكال الاساسي اللي جاب لنا المشاكل اللي صارت في سبخه السجون. الديوان الوطني للتطهير هو المسؤول عن ضخ المياه وكلف بمقتضى قبل جلسة عمل الوزارية انه هو يضخ المياه من السبخ. حاولوا عملوا هما راهم مش معناها راهو الديوان الوطني للتطهير ما عمل حتى شيء. حاول عنده اشكال كبير انه محطة الضخ باش يدعم عملية الضخ انه يحط محطة اخرى هذه برامات عرضت للسرقة والاتلاف. الاشكال انه في هالمعدات هذه اللي تم توفيرها ما دخلت للاستغلال وللتشغيل باش قاوموا الضخ قوية والضخ وباش ينقص المنسوب مخرى شوي. الإجراءات انه فما تنظيف للنقاط السوداء الكل اللي موجودة في السبخة في الأودية في الأعشاب اللي هي زادة كيف كيف تكون مصدر للحشرات وهذه خذيتها 6 فرق من العمل قسمناها سولون سيزون دخلت فيها التجهيز البلدية تونس بلدية سيدي حسين الفلاحة البيئة والانجيد. تم تخصيص 90,000 دينار ساهمت فيها مجلس الجهوي نتاع ولاية تونس وزارة الداخلية ووزارة البيئة الانجيد 90 مليون. وتم زاد الإعلان على استشارة وهاو عندي معطيات انه تعطات لشركة خاصة باش تكلف بالمداوات لمدة شهرين. الناموس هذايا معناها موجود بكثرة كبيرة معناها يتكاثر بصفة كبيرة برشا. هو مش خطير هو مش خطير أما لكن يقلق بالوجود متاعه في الفضاء. وتم اتخاذ جملة من التدابير بعد زيارة السيد رئيس الحكومة للمنطقة من أجل تحسين ظروف الحياة للمتساكنين بمحيط الصبخة. من بين معناها الإجراءات اللي تم اتخاذها هي التسريع معناها بنسق ضخ المياه نحو الوسط المتلقي لتخفيض منسوب الماء بالصبخة كعملية أولى. كعملية ثانية منها التأكيد على رش
ومداوات الناموس الطائر بالطائرة، وتم تنفيذ ما لا يقل عن تدخلين في الإطار هذايا. كذلك يوميا ثم منها التضبيب الحراري والتضبيب البارد، منها في الصباح وفي العشية في محيط صبخة السيجومي، للقضاء على الحشرات الطائرة اللي ماشية منها تتنقل نحو المساكن.